متحف الشرطة. شاهد على إنجازات وتضحيات قدمها رجاله في الكشف عن أكثر الجرائم تعقيداً وأكثر أساليب القتل غموضاً، تمت إضافته إلى قائمة المتاحف العربية من قبل المجلس الدولي للمتاحف عام 1995. قاعة مسيرة فخر، صور لتشكيلات قيادات شرطة دبي المتعاقبة وأوائل من خدموا فيها. قاعة المشاركات المجتمعية، تعرض الدور المجتمعي الذي تقوم به شرطة دبي، وقسم آخر يعرض الأدوات القديمة للفرق الموسيقية. قاعة الأسلحة والأجهزة، والتي تحتوي على أدوات وأسلحة استخدمت في العقود الماضية. قاعة الأدلة الجنائية، تعرض أشهر وسائل إخفاء وتهريب للمخدرات وضبطيات لأسلحة غير شرعية. قاعة السينما الرقمية، سرد مرئي لتاريخ شرطة دبي.